يا عمدي ومش نازله لي منظور. ايه دي الحاجه اللي زورت عليها ومش قادر تبلعها؟ الحدوته اللي وصلتني. الحوادث كتير، انا واحده فيهم الاخرانيه، حدوته العروسه اللي عايز لا مؤاخذه تخطفها من اخوك. ده كلام ما يليكش يطلع منك يا حاج عزام، لانه كلام صغيرين بيستهبلوا، وانت لا صغير ولا هبل. بقى استنى، بقى استنى انت بدل ما تغلط وتقول كلام ماسخ ملوش معنى. شاهر هناك في بشنين لا يعرف لطيف بيه ولا البرنس يلمص ولا حتى يعرف العروسة اللي احنا قلنا تنفع له، يعني لسه ما وجدش عروسته ولا انا بخطفها منه. ده اول هام. ده صحيح، بس ثاني هام، انت اول واحد تكلمني في مسألة الجوازة دي، وكنت قاعد بقالك كام ساعة تغني لي موال الأرض اللي هناخدها من البرنس يلمص بتراب الفلوس لو نسبناها، وإن ظهرنا هيقوى وإن بحسه هنقدر نلم زمام الأرض دي كلها في جيبنا. إيه اللي غير رأيك؟ أنا عندي قول يا فتح الله، ما غيرتوش، لكن الكلام كان على شاهر مش عليك. وتفرق في إيه يعني؟ أنت ناسي إنك جوز بنتي؟ طب اللي عدت وقلنا معذور، الجزية ما جابتلوش خلفة ومن حقه يدور على هتخلف له. لكن عذرك ايه يا عمدي؟ بعد بنت خالك ما جابت لك البنت، وهي الجازة ربنا فك عقدتها وحبلت وكلها كم شهر وتجيب الولد بمشيئة الله. أنا ماليش عذر ولا طالب حد يعذرني، أنا طالب اللي يفهمني. وكنت فاكرك أنت فاهم إن الجوازة دي لمصلحة العمودية وعزوة الأرض وبس. يعني مش ناقصني خلفة ولا شغل النسوان، أنا عايز اللي جوف معايا في مشوار الطويل اللي شلته على كتافي. والمسألة بالشكل ده مش محتاجة كلام كتير وملوعة، يا توقف أنت وبنتك معايا في مشواري ده، يا إما زي ما قلت المسألة كبيرة ومش قادرين تبلعوها، وأنا مستعد لأي بر ترفع عليه. أنا هقوم دلوقتي علشان عندي ميعاد مع لطيف بيه، لما ارجع هلم حاجتي واروح على بشنين اتشاور مع الجازية. لا تسافر معايا، لا تقعد عندك في البيت هنا. بالراحة على نفسك يابا، فتح الله ما غلطش. فتح الله ما غلطش يا حلاوة يا أولاد.